نزل على شارع بلس اليوم حتى أسأل العالم أسئلة عن التربية الجنسية. تابعوني. برأيك أيمتى التربية الجنسية لازم تنطرح على المجتمع؟ برأيي التربية الجنسية لازم تنطرح على عمر 12 ل 13، لأنه بحس هالعمر بعده the brain is still growing. أنا برأيي الشخصي بقول at around age 16 لازم هيك يطبق هالشي، لأنه أنا بقول هلا هالأيام الكل بيستخدم social media. Teenagers nowadays have been exposed to things that sexual things on social media and stuff from their friends or social media etc. So I feel like at the age of 16 it would be better because they have an idea of what they're gonna be taught about. بعتقد فينا نبلش من 16 سنة 17 سنة هيك، أو فينا نبلش من آخر سنة مثلا بالمدرسة ترمينها، لأنه هاي أول سنة أول مرحلة حتكون بالمدرسة، بس يخلصوا حيفوتوا على جامعات، حيتعرفوا حياة أكيد جديدة، فأكيد ليكونوا واعيين عشو هني فايتين، عشو هني حي مثلا some experiences حتصير معهم بالجامعة بالحياة الافتر المدرسة. أفضل شيء إنه تنطرح عند الأطفال من عنه وعمر صغير بس بطريقة مناسبة، عشان بكل عمر معين الطفل بيصير يكون عنده وعي شوي، بس كمان ضمن الأخلاق والمعايير الصح، فما يطلع كمان طفل جهلان ومفكر انه جاي من خس مثلا. من وقت ما الطفل يبلش يسأل بنجاوب الأجوبة الصح بس بطريقة صح، ما نقول له أشياء غلط. I think التربية الجنسية لازم تبلش بالمجتمع تقريبا حوالين العمر اللي بيبلشوا يبلغوا فيه الولاد، لأنه هيدا الوقت اللي أكتر شيء بيكون عندهم أسئلة حول الموضوع، بيكونوا هني بعضهم عم يستكشفوا حالهم وشو معناتها لأشياء، من وين عم تجي هالرغبات اللي معقول تكون عم تطلع عندهم، والأفكار اللي من قبل ما كتير كانوا يفكروا فيها. برأيي بلبنان إذا بدنا نبلش فيها كنقطة بدائية تبلش من هيدا العمر تقريبا بالمدارس وبالبيت. حسب متى كل شخص بيبلغ هو يعني السكشوال جروث تاعه، إن كانت مع الهرمونات كيف بتبلش. الناس اللي أصغر منا اللي عمرهم 5-6 سنين بعتقد هن بعضهم كتير صغار وما حيستوعبوا، بس لما عم تحكي عن مع شخص عن شيء عم بيصير معه بجسمه وشيء هو عم بيواجهه كل يوم، بعتقد هذا بيكون احسن فرصه اللي نحن فينا نستغلها حتى فينا نعلم فيها التربيه الجنسيه. I think انه بيجري دان اكثر شيء بلشوا انه getting into relationships وهيك، ف they need it because school doesn't educate them on this. بس الاولاد يصير عمرهم 10 او 11 سنه، يعني اول المرحله المتوسطه. انا ماني عالم نفس، بس بعتقد هذا العمر يلي ببلش الطفل يتكون عنده وعي خارج عن جسده، هو يصير عنده وعي عن اجساد تاني، جنسي، وعي جنسي. نعم، الافكار نفسها تبتدي من يعني لو عشان واحنا صغيرين بنسال اسئله مش لازم نقول كل الديتيلز، بس يعني نبتدي نشرح او نبتدي نعلم. مثلا وانا صغيره كانت بيقولوا لي لو حضنتي ولد ساعتها تبقي حامل او مش عارفه ايه، فالحاجات دي بتعمل افكار مش كويسه وتابوز لازم نكبر معاها، مش اللي هو تتعلم بس في المدارس، لا لازم في بيوتنا وفي المدارس وعامه في الشعب كله لازم يبقى فيه انه الانديرستاندينج ما بين بعض من مراحل الطفوله الاولى، خاصه انه بهالمرحله بيكون الطفل كل شيء بيسمعه بيركز براسه حتى للمستقبل، فهالاشياء كتير كتير بتأثر عليه كيف بيتلقى معلومات جنسية وكيف بتكون نظرته لهالمواضيع بالفيوتشر. Around 6th grade، لأنه كل ما كانت الانترفنشن أبكر كل ما أحسن، كل ما علمناهم بكير كل ما أحسن، وهيك بتترسخ الأفكار براسهم. و I'm saying around 6th grade لأنه that's when puberty starts hitting و be like they start like learning about those things. When they hit puberty يعني بحس إنه around 12 to 10 years old، لأنه بيكون ولد super ضايع مش فهمان جسمه كيف بيمشي، و this can lead to awkward moments مثلا بالمدرسة أو شيء، إذا حدا ما بيعرف إنه هالأخبار كيف تتصار، بركي أسئلة ما لازم تنسأل، بركي أشياء ما لازم تنعمل، ولازم تضل تنعطى لحد هذا الشخص يصير عمره 21 years old، يعني يصير fully aware of his body وهيك كمان، يعني to save up some إنه critical moments وأشياء ما لازم تنعمل. بلبنان we lack this a lot، فأنا بحس إنه if it's implemented it must be implemented gradually، يبلشوا مثلا from the 18 years old بعدين 15 then go back to 12، لأنه بحس إنه إذا كبوها دغري على 12 years old it's not gonna be accepted especially from parents. يعني
شكرا اذا وصلتوا لهون. اذا حبيتوا هذا الفيديو بليز حطوا لي لايك وكومنت. هدول هني كانوا الاجوبه. اضطريت روح على الاي بي لانه بليز كانت فاضيه كانت عم تشتت, بس وي جوت جود انسرز. شكرا للي شارك معي بالفيديو ساعدنا وتو مور. انا نيرس نزي وعم نزل فيديوز عن التربيه الجنسيه. بليز دعمونا ليوصل لاكبر عدد ممكن. برايي برايك كثير هذا الموضوع كثير مهم, ما تستحوا, لازم نعرف. خصوصي بلبنان I think إذا you do it شوي early, هلا أكيد ما حدا حيتقبل هالموضوع, بس إذا you do it شوي early لبعدين كمنطق الولد وهيك بس تيكبر بتغير كتير إشياء. هلا إيه ما عملك لا, بس بحس it's way too soon تعملها grade 5 no, طب grade 7 اوكي grade 7 is good أصلا okay. I think أنا ما عارف لبنان grade 8 grade 9 برا لبنان أيمتى بيعملوها؟ ما بيعملوها that's it that's the whole point of the series. ما في هيك شيء بلبنان. نحن they gave us وقتها I think grade 6 or grade 7 they gave us like bananas and corn. No. صار يعلمونا هيك اشياء. ما في منه. فكرت like around grade 8 في منه already. بتكتشف لحالك. Yes. شيء بيطمن.